تستمر وزارة الداخلية في تنفيذ استراتيجيتها الاجتماعية في دعم ومساندة المواطنين في المناطق الأولى بالرعاية. من هذا المنطلق تتواصل فعاليات مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية، والتي تستهدف توزيع مستلزمات مدرسية وعبوات سلع غذائية على الفئات الأكثر احتياجاً بمختلف محافظات الجمهورية. بنشكر السيد رئيس الجمهورية على نظرته للدعم للمواطن الفقير قبل الغني، ومراعينا ودايماً محافظ على وطننا ودايماً مراعى الصغار قبل الغني، وربنا يكرمه. كناش متوقعين ان هو دايما فاكرنا كده وبعت لنا الحاجات الحلوه في البلاد البعيده. انا بشكر السيد الرئيس على تعاونه معانا وان هو مش ناسينا. انا فرحانه جدا ان انا خدت الشنطه دي، انا كان نفسي فيها وخدتها فعلا، وانا فرحانه ان انتوا اديتوها لي. انا مبسوطه جدا، مبسوطه ان هو فرحان. كناش نتوقع ان هو هيجي لنا لحد هنا الهدايا بتاعته دي. ربنا يكرمه ويفديه ونجيكم فرحا ونفديه. حبيبتي الملايين غالية وجوه العين. ربنا يبارك فيكم ويقويكم علينا ويحفظكم من شعب مصر كله. بشكر سيد الرئيس، جبنا الهدية دي وفرح عيالنا، جبنا هدوم المدارس وجبنا شنط المدارس، وبشكر وزارة الداخلية. هنا مصر اللي عشناها اتباهى، هنا مصر أحلى بلاد الدنيا دي يا بلادي، هنا مصر، هنا مصر اللي عشناها اتباهى، هنا مصر أحلى بلاد الدنيا دي يا بلادي، هنا مصر. يا رب كل سنة طيبين وانت طيب، ربنا يا رب يجعله في ميزان حسناتك الحاجة وانت طالب. توزيع هذه المساعدات على المواطنين بالمناطق المستهدفة جاء وسط فرحة وإشادة كبيرة بما تبذله وزارة الداخلية من جهود على المستويين الإنساني والاجتماعي لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية في ظل المتغيرات الاقتصادية التي تفرض عليهم أعباء إضافية. هنا بلد الجدعان وما فيش منا جبان، في الشدة بيبان يا مصر. ربنا يخلي السيسي لقيت في الايه والقلب وما يريد، واحنا بنحب مصر. هنا مصر اللي عشناها اتباهى، هنا مصر احلى بلاد الدنيا دي يا بلادي، هنا مصر، هنا مصر اللي عشناها اتباهى، هنا مصر احلى بلاد الدنيا دي يا بلادي، هنا مصر. نشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على المبادرة كلنا واحد ومجهود وزارة الداخلية. المأموريات التي وجهتها وزارة الداخلية لإهداء المواطنين السلع الغذائية والمستلزمات المدرسية كانت حريصة على إيصالها إلى مستحقيها بأماكن إقامتهم بمختلف المحافظات، وهو ما يتوافق مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة. نشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هو ما نسيناش في دخول المدارس ولا في اي وقت ولا في اي مناسبه، دايما فاكرنا، دايما فاكرنا وفاكر عيالنا في كل المناسبات، وجايب شنط لعيالنا وكراتين ومهتم بنا في جميع المناسبات. تحيا مصر، تحيا مصر. مصر عليها العين وولادها الغاليين، من يومهم واقفين للي بيعادي مصر. هنا بلد اهلا بيكم واهلا بسياده الرئيس، ونشكر الشرطه ومجيكم لحد هنا ومجيكم بالكرتونه لحد البيت. مساءكم طيبه. انت طيب، الف شكر لكم على مجيكم هنا لحد عندنا. في الشده بيبان من اللي بيحب مصر. هنا مصر اللي عشناها اتباهى، هنا مصر احلى بلاد الدنيا دي يا بلادي، هنا مصر.
ربنا يبارك لكم يا رب ويخليكم لينا. نشكر سيادة الرئيس. رؤية اجتماعية تتبناها وزارة الداخلية وتحرص على تنفيذها، وهي تحقيق التكافل الاجتماعي من خلال تواصل دعم ومساندة الأسر المصرية بكل المحافظات لتخفيف الأعباء عنهم، وبما يرسخ روح المشاركة بين الشرطة والمجتمع. ربنا يخلي لنا وبيجيب لنا سلع غذائية كتير وبيجيب لنا حاجات كتير ومهني مصر ويخليه يا رب السيسي، مش محرمنا من حاجة، كل حاجة جايبها لنا، كل حاجة بعتها لنا في أبو حماد الشرقية. لما قرب وبعيد شعب الإيد في الإيد والقلب وما يريد وإحنا بنحب مصر. هنا مصر اللي عشناها إباها، هنا مصر أحلى بلادي. أنا مبسوط قوي عشان خدت شنطة المدرسة. بحبك قوي عشان انت كنت سبب تجيب شنطة المدرسة. وتحيا مصر. هنا مصر اللي عشناها.